السلام عليكم. وفاة الإعلامية المصرية عزة الأتربي. فارقت عزة الأتربي الإعلامية بالتلفزيون المصري ووالدة الإعلامي محمد البيطار الحياة عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض. وأعلن خبر الوفاة هيثم البيطار نجل الإذاعي المصري كمال البيطار في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عزة الأتربي زوجة عمي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال مصدر مطلع: إن الإعلامية الراحلة تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت بجلطة في المخ مؤخرا، وتم إدخالها إلى مستشفى عين شمس التخصصي، والذي ظلت فيه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. ونعى العديد من أبناء تلفزيون ماسبيرو الإعلامية الراحلة بعبارات من الأسى والحزن عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، مودعين قامة من قامات التلفزيون المصري الذي قضت فيه ما يقرب من 40 عاما. وولدت الإعلامية الراحلة عزة الأتربي في شباط فبراير 1947 في مدينة المنصورة المصرية من أب يعمل طبيبا. ودرست عزة في المنصورة حتى بلغت المرحلة الثانوية، وانتقلت مع والدها بعد ذلك إلى العاصمة المصرية القاهرة، وهناك درست عزة في مدارس الأورمان الثانوية. وبعد حصولها على الشهادة الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع لتتخرج منها عام 1967. والتحقت عزة الأتربي بالتلفزيون المصري، وقدمت أول برنامج لها حمل اسم مرحبا، حيث كان الهدف منه الترويج للسياحة المصرية. وتنقلت الإعلامية الراحلة بكاميرا البرنامج إلى الأماكن السياحية من أجل تعريف العالم بأهم المعالم السياحية التي يمكن زيارتها في مصر. واستمر البرنامج لمدة 4 أعوام، لتنتقل بعدها لتقديم برنامج أهل المغني، والذي أجرت خلاله العديد من الحوارات مع كبار نجوم الفن والمشاهير في تلك الفترة. وتولت الأتربي عدة مناصب في التلفزيون المصري ماسبيرو، حيث عملت كمديرة لإدارة مذيعات الربط، ثم تولت إدارة منوعات القناة الثانية المصرية. وبعد ذلك تولت الراحلة رئاسة القناة الثانية في التلفزيون الحكومي، لتنتقل بعدها إلى رئاسة القناة الأولى. وكان آخر منصب شغلته نائبا لرئيس التلفزيون للتراث. واستمرت الإعلامية الراحلة في منصبها الأخير حتى أحيلت إلى التقاعد بعد وصولها إلى سن المعاش.